أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا دكتورة ناهد. السلام عليكم، كيف الحمد لله. حالكم إخوتي وزملائي وزميلاتي؟ طبعا الموضوع شائق ويعني يمس الكثير منا، ويعني أنا ممكن أتحدث عن تجربة شخصية تخصني وتجربة يعني عايشتها مع إحدى الطالبات. هي من أصل مصري ويعني ولكنها أمريكية المولد، فهي لأن والدها يعمل طبيبا وأستاذا في جامعة هارفارد بأمريكا، ووالدته أيضا، وهي وأختها وقد ولدت في أمريكا، ولكن الحمد لله أن والديها قد قام يعني بحسن تربية البنتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن يعني هناك يعني مقولة، يعني البنت قالتها لي، قالت أنا لا، أنا أشعر بتشتت غريب، فأنا لا أشعر أنني مصرية ولا أنا أمريكية. يعني صحيح. هذا من نعم من يعني أخذت هذه المقولة من على طرف لساني، لا أشعر بأنني مصرية ولا أمريكية. ما شاء الله لك البنت على خلق، وكذلك أختها، ولكن هي تشعر بتشتت. هل هي تنتمي للثقافة الأمريكية، المجتمع الأمريكي، أم تنتمي للثقافة العربية؟ هي طبعا مسلمة ويعني وملتزمة إلى حد كبير، ولكن تشعر يعني وكأنها مقسومة إلى نصفين. هذه من نظرة البنت. من نظرة الوالدين، الوالد صارم في التربية جدا، لدرجة أن هي البنت ما شاء الله يعني هي في مرحلة الدراسات العليا الماجستير، ولكن البنت لا تخطو خطوة واحدة دون مشورة أبيها. ما شاء الله. يعني دور هل الأسرة كما أشار أستاذ إبراهيم، دور الأسرة بالفعل ضابط كبير جدا جدا في هذا الأمر وهذه النقطة وهذا التشتت. يعني لدي مثال، يدرس معي الآن طالبة أيضا من أمريكا، هي أبوها من كشمير وأمها من مصر ومعهم الجنسية الأمريكية، وبقية أسرة أمها تعيش في تركيا. يعني هذا الخليط العجيب نعم حقيقة تشعر فيه بالتشتت بطريقة رهيبة. إيه، أم بحاجة وهذا نعم اللغة هذا العربية خلق واللهجة يا أستاذ الأمريكية. محمد للأسف جيلا، يعني لا نستطيع أن نقول هل هو فاقد للهوية، هل هو فاقد يعني لا يقف على أرض ثابتة، لا يستطيع أن يقول مثلا أنا مصرية، أنا أمريكية، أنا مثلا كشميرية، يشعر فهو يعني جيل يعني يتنازع فيه يعني الأعراق، تتنازع الأعراق، تتنازع الثقافات. ولكن يعني هذه مشكلة قائمة لابد لها من حل يرضي يعني لا أقول يعني يرضي جميع الأطراف، يرضي الوالدين والأسرة والعائلة، ويكون يعني مرضي أيضا للجيل الجديد للشباب، لأن هم يعني هم المستقبل، وهم كما نقول دعامة الأمة. تمام، فهذه يعني أحببت أن أضيف هذه المشاركة لعلكم تضعون لها شكرا حلا. على مشاركتكم دكتور نهاد، ما شاء الله مشاركة متميزة. أستاذ نادر تفضل. أستاذ نادر وأستاذ سهير، مشاركتك ستكون بعد أستاذ نادر، سأكون سعيدا. أستاذ إبراهيم يؤكد على أن هذا التشتت طبيعي، علينا أن نراعي ذلك جيدا ونتعامل معه، والمسؤولية الكبيرة على الأسرة. نادر تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة فعلا كما ذكرت أستاذ محمد وذكرت الدكتورة نهاد، حقيقة المحافظة على الهوية الثقافية والوطنية الذي في الغرب قد يواجه صعوبة، لكن إذا أردنا أن نتناولها من جوانب أخرى، كل مرة قرأت دراسة الأجيال الثلاثة، الجيل الأول وهم كبار السن الذين هاجروا بظروف قاسية جدا، هؤلاء محافظين على العادات والتقاليد والدين وكل شيء، ثم يأتي الجيل الثاني وهو الأولاد. الدراسة تقول الغالبية قد اندمج، ليس اندمج، ذاب في المجتمع الغربي وتأثر بهم كثيرا. الجيل الأول أراد أن يدرك جيل الأحفاد
فأراد أن يحافظ على الجيل الثالث. طبعاً لازم نفرق بين الاندماج والذوبان. الذوبان هو الهوية تذهب حقيقة، إذا ذاب في المجتمع معنى الهوية الوطنية، الهوية الإسلامية، العادات تقيس وتذهب. أما الاندماج فهو يحافظ على هويته ويحافظ على تقاليده ودينه وشرعه، ويحتك ماذا ويحتك بالغرب. لكن حقيقة مع ذلك كما ذكرت الدكتور نهاد وذكرت بعض المشاركات في الشات، المحافظة على الهوية سوف تكون حقيقة فيها صعوبة جدا. يعني نأخذ مثلا قضية مثلا الزواج مثلا، يعني الإنسان لما يكون في بلاد في بلاده الأصلية بلاد المسلمين سوف يحافظ على عادات الزواج، يعني الزواج من الأقارب. جميع البلدان الإسلامية بالاستثناء اللي في أفريقيا وآسيا العربية وغير العربية تجد عندهم قضية الزواج يكون من الأقارب، إذا أراد أن يخرج برا قد بس يكون في صعوبة، لكن إذا ذهب الغرب يأخذ من كل الأجناس، ولا لأنه يحتك بكل الذين حولهم من الغرب الذين يخالطهم في العمل في الوظيفة في الشارع، أحيانا قد يكون العياذ بالله يخالطهم بالأشياء السيئة إلى غير ذلك، فهو يتأثر في هذه القضية وهي المحافظة على الهوية. لكن الإنسان لعل يدعو الله سبحانه أن يصلح الحال وأن يحافظ على هويته. وأشكر لكم السماح لنا بهذه المداخلة وجزاك الله. مشاركتك رائعة بالفعل في التعليقات من الجانب الإيجابي، وفكرة أنه لا أهمية لهوية واحدة وهي إلا لهوية واحدة وهي الإسلام والإنسانية، يشير إلى أن تعدد الثقافات ينتج زيادة للوعي وتقبل الاختلافات. ثم يكمل ويقول نعم الهوية الدينية هي أساس كل القيم والمبادئ والأصول. جزاكم الله خير أستاذ إبراهيم على مشاركاتك الفاضلة والجميلة جدا. أستاذ سهير الدور عندك إذا كنت تريدين المشاركة قبل أن ننتقل للجزئية التالية. في الحقيقة الأساتذة أغنوا الموضوع، نعم، وأنا أشاركهم الرأي بأن الثقافة الوطنية يعني لن يحافظ عليها، ستضمحل حتى. يعني أضرب مثالا أيضا موضوع العيد في بلادنا، طقوس العيد وزيارة العائلة الكبيرة، تقبيل يد الجد والجدة، العيدية من العم والخال، أين هذا في بلاد الغربة؟ ستكونين معنا في هذه الجزئية لأن هذا السؤال سيناقش هذه الجزئية، وأنا أسألك هذا السؤال، متى زرتها لأهلك؟ نعم يعني الأهل الأقارب، كلمات كلنا نفتقدها في الغربة، متى كانت آخر زيارة زرتها لأهلك؟ تماما، يعني أنا لم أرى جدتي مثلا منذ 6 سنوات وخالتي، نعم هذا شيء صعب. صحيح، يعني لو أخفيكم سرا فكلنا نمر بالصعاب في هذا الوقت، يكفينا أن نقول أنك قد تفقد حبيبا وتفقد عليك عزيزا ولا تستطيع أن تشارك في عزائه أو تأخذ هذا العزاء أو تقف على رأسه في وقت الدفن. كلنا مرت علينا أيام فقدنا فيها بشكل كبير جزء منا، دفن وغوري تحت التراب، ولكننا بظروف ما لم نستطع أن نكون بجوارهم. اللهم اجمع بيننا وبين أهلنا بالخير إن شاء الله. آخر زيارة للأهل والأسرة، من عنده إضافة لهذه الجزئية؟ لأن نتائج الهجرة يكون لها تأثير كبير على التكوين الاجتماعي للعائلات المهاجرة. نريد أن نعرف ما نتائج الهجرة على التكوين الاجتماعي للعائلات وكيف يمكن مواجهة هذا الأمر. إذا كنا نحن في بلادنا وأوطاننا قد تمنعنا الظروف أن نزور، كيف بنا إذا صارت بيننا بلاد ومسافات؟ الأمر جد خطير. نتائج الهجرة على التكوين الاجتماعي للعائلات وكيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ من سيشارك معنا في هذه الجزئية؟ أثر بشكل كبير على المعاملات الإنسانية بالفعل، أثر لله الحمد لله بالفعل. لكن كيف ستشاركين في دفن قريب لك؟ أنا لا أخفيكم سرا في أجازة نصف العام فقط جدتي، ولم أستطع أن أصلي عليها ولم أستطع أن أسافر إليها حتى أكون بجوار أمي في هذا الأمر، فأسأل الله لها الصبر والتسليم. المشاركة الآن مع أستاذ نادر العتيبي، تفضل يا أستاذ نادر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم صحيح كما ذكرت الأستاذة سهير، فعلا يعني
الهجرة أحيانا يكون فيها صعوبة أنك لا تتواصل مع الآخرين، قضية السفر، الدخول إلى البلدان إلى غيره. لكن يعني لكن قد أذكر جانبا آخر، وهو قضية الآن الحمد لله النت صار متيسر في الرؤية، صح؟ ليس هناك ملامسة مباشرة، لكن هناك رؤية، تواصل عن طريق الفيستايم أو في إنيمي برنامج تطبيق آخر، تتواصل بالصورة والصوت. وهذا حتى وجدته عند الغرب أنفسهم فيما بينهم بين البلدان، يتواصلون فيما بينهم. الأمر الثاني حقيقة الآن في الأزمة الأخيرة كورونا، أصبح نحن حتى في بلد الواحد قد لا نتزاور ولا نسلم على بعض. يعني أحيانا تريد أن تذهب إلى قريبك، إلى عمك، إلى خالك، إلى ولد عمك، فأحيانا لا تستطيع الذهاب، وإن ذهبت لا تستطيع أن تقبل رأسه خوفا عليه وعليك كذلك، نجد السلامة انتقال الكورونا خصوصا مع كبار السن. فهذا الوضع حقيقة قديم كان صعب في الغرب، قضية التواصل كان قديم، الناس يتواصلون بشريط الكاسيت، يمكن الذين أدركوا إذا بغوا يتواصلون قديما الاتصال الهاتفي كان صعب، فيرسل له كاسيت، يعني شريط كاسيت ومتى يجي. الآن تتواصل مباشرة، وأنا الآن أتواصل معك وكلنا كل واحد في مدينة، وأنا تراني ويمكن أنت تشوفني تقريبا. لكن صحيح. لكن قضية التلامس هذه حقيقة التي فيها صعوبة، لما تسلم على جدك بالرؤية غير لما تلامسه وتقبله. والله اكتب اللي فيه خير، جزاكم الله خير. شكرا على المشاركة البارعة، جزاكم الله خير جميعا على تعليقاتكم الطيبة. نتائج الهجرة على التكوين الاجتماعي للعائلات المهاجرة، قد نرى هذا الأمر أن الأب إذا كان الأب مثل ما قالت سوزان هاد في مثالها أنه كان مسيطر، قد نجد في بعض الأحيان الأب قد يفقد السيطرة على هذا التكوين الاجتماعي، العادات، المشاركة، الأمر يكون جد خطير. كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اسمح لي يا أستاذ محمد، الموضوع الحقيقة يمسني، لأنني نشأت مع أسرتي مع والدي في الكويت، وعشت إلى أن يعني إلى مرحلة الجامعة، وعندما جئت أو عدت إلى مصر كانت مصر بالنسبة لي هي البلد الغريبة، فكنت لا أعرف الشوارع، وكنت لا أعرف المناطق، وكنت لا أعرف حتى كيف أتعامل مع الناس. وهذه يعني الذين الأطفال حتى كنا نلمس هذا يعني هذه الاختلافات وهذه الفروقات بين الأولاد الذين ينشأون مثلا في الكويت أو في منطقة الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا. فالأطفال يعني الذين ينشأون في المملكة العربية لهم خصوصية، فهم لا يستطيعون يعني في الجانب الاجتماعي يعانون معاناة كبرى، وقد لمست هذا مع أقارب. تفضل. أنا أشفق أن أتي على الرغم أنني أكاد أبكي لأنني أريدهم أن يشاركوا هذا الإطار الاجتماعي، ينشأوا في جو الأسرة والعائلة. للأسف الشديد يا دكتور محمد يكونون فائقين دراسيا، ولكن للأسف الشديد يعانون معاناة كما ذكرت كبرى ومعاناة شديدة في التواصل الاجتماعي، فهم بعيدون كل البعد عن الناحية الاجتماعية والتواصل والانخراط في المجتمع. هذه يعني خصوصا كما ذكرت في المملكة العربية السعودية، هذا يمكن تبدل الحال الآن ولكن ما زال قائما، هذا في البلاد العربية خصوصا منطقة الخليج، ولكن في البلاد الأوروبية هم يزدرون بعض الأولاد يزدرون الحياة في البلاد العربية، والبعض الآخر يعني يريدون يعني الصورة النمطية الخاطئة أو غير صحيحة عن البلاد عن بلدهم. مشكلة أيضا تنشأ مشكلة العنوسة، فالمجتمعات مثلا لأن الأسر التي تصر على الزواج من الأقارب أو كذا هم لا يعرفون أحد، يعني مثلا الأهل الذين يرفضون الزواج من البلاد التي يعيشون أو يقيمون فيها ويصرون على الزواج من أهل البلد، فتحدث عن هذا. يعني أعتقد أن هذه مشكلة متوالية تتولد عنها مشاكل أخرى، وأرجو أن تعقيب على هذه المداخلة. بالفعل يعني هي نقطة مثار جدل، الدكتور أحمد كان أشار إليها في أحد المجالس قبل ذلك، أنه يكون حريص على
أن يجلس مع ابنه وبنته، أن يعلمهم بنفسه، وهذا دور الأسرة الذي يشير إليه الأستاذ إبراهيم دائما في الحلقات، وضرورة التفاهم بين الأب والأم على مبدأ واحد لا يختلف عليه، لأن الاختلاف سيظهر تأثيره على الأبناء في المجتمع الجديد. وأستاذ نادر العتيبي يريد أن يضيف نقطة ثانية، يقول أنه نسي ذكرها، وهي أن المحافظة على الهوية ستكون صعبة، وأن طبقة الأسرة تؤثر. إذا كان من الأغنياء فإن الأب سيكون قادرا على توفير المعلم، قادرا على الذهاب إلى مدارس إسلامية، لأن من يحصل على الجنسية بالفعل في البلاد الأخرى يجبر على إدخال المدارس الحكومية حتى ينال التعليم المجاني، وإذا لم ترد وأردت أن تدخل في مدرسة خاصة تعلم التعليم الإسلامي فعليك أن تدفع هناك، وهذا أمر يستطيعه فقط القادرون. أما كما يقول من المهاجرين ذوي الدخل المحدود قد يكون العوز ملجأ لهم لترك الهوية وضعفها. بالفعل هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، أنك تحت تأثير الحاجة قد تضطر إلى القبول بهذا الأمر الذي لا تستطيع أن تقبله وتدخل أولادك في هذه المدارس، ولا بد لك أن تندمج معهم. التالي، السؤال التالي والنقطة التالية التي ننتقل إليها، هل يمكنك أن تتخيل العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة في المهجر؟ سؤال جدير بالذكر وجدير بالمشاركة. المشكلات الكثيرة التي نرى بعض المشكلات على بعض الجروبات، البناء الأسري الذي قد يتفكك في الغربة، ما شكل هذا البناء الأسري؟ هل يكون مترابط وقوي مثل ما هو الحال في البلاد العربية أو بعض البلاد العربية، أم سيكون هناك ضعف، أم سنرجع إلى أن دور الأسرة هو الأساس؟ من سيشارك معنا في هذه الجزئية؟ يعني المشارك المتميز أستاذ نادر، تفضل أستاذ نادر. دكتور أحمد يرفع يده. دكتور أحمد، لا الدكتور أحمد قبلي، رافع يدي قبلي، له الحق وأعلى مني مرتبة. تفضل عفوا. دكتور أحمد. أستغفر الله أستاذ عتيبي، أنا أستمتع بحديثك وبملاحظاتك وأشكرك أخي الأستاذ عصام. والله أردت أن أعلق على شيء قاله الأخ نادر وتحدثت فيه حضرتك من النقطة السابقة وليست عن هذه النقطة، نقطة الهوية. صديقي العزيز، هذه النقطة يعني أكاد أقول لك هي نقطة محورية تكاد يعني تنقسم عليها كل المهاجرين، ينقسمون حولها تلك النقطة. يعني ودعني أعطيك مثالا يوضح الصورة. الآن مثلا نحن في بلاد، سواء كنت في بلاد عربية أو بلاد أوروبية أو تركيا التي تجمع ما بين النمط الإسلامي من جهة والنمط الأوروبي من جهة، والآن تريد أن تحدد الهوية الخاصة بأولادك. الهوية باختصار مجموع أشياء كثيرة، منها اللغة، الثقافة، العادات، التقاليد، الذكريات، الفن، التراث، كل هذه اسمها هوية. الآن دعني أناقشك صديقي العزيز وأناقش الزملاء، أنت في بلد غربي أو عربي، بأي هوية ستعلم أبنائك؟ من عندما تفتح التلفاز ما الشيء الذي ستشاهده مع أبنائك؟ هل الأشياء المصرية؟ طيب القديمة أو الجديدة؟ طيب هل ستشاهد الأشياء التي تمثل الفن الذي أنت في البلد الذي تعيش فيه؟ طيب أي جزئية بالضبط التي ستتكئ عليها؟ هل الهوية الإسلامية؟ هل الهوية العربية؟ هل التراث؟ هل ستفتح إذاعة القرآن الكريم وتكتفي بها؟ وهل ستغلق أعين أولادك عن الأشياء الأخرى؟ طيب هل ستنفتح على العالم من خلال الإنترنت؟ وماذا ستفتح لهم؟ هل ستفتح لهم الآفاق الخاصة مثلا أنا عندما أشاهد مع أولادي، هل أشاهد الأشياء التي كنت أشاهدها؟ ولو لا أعرف أنت من جيل مازنجر أو لا مثلا، يعني من الكرتون، خلاص؟ مازنجر، نعم. نعم، أنا من هذا الجيل مثلا، خلاص؟ هل سأجعل أولادي يشاهدون هذا؟ أو يشاهدون الأشياء الجديدة؟ أو الكرتون ثلاثي الأبعاد؟ طيب، ما القيم التي يحملها كل ذلك؟ أي فن سيشاهدون؟ وأي لغة سيتحدثون؟ هل الفصحى أو العامية؟ هل لغة الدولة الفصحى أو لغة الدولة العامية التي نسكن فيها؟ والله يا صديقي العزيز، أمر الهوية هذا من أخطر الأمور، ويعني دعني أقول لك هي الخطر الأكبر أن تحافظ على هوية ثابتة.
حتى لو كنت في بلدك، ما الهوية التي تريد أن تتسم بها أسرتك أو عائلتك أو أنت؟ هذا من أصعب الأسئلة أستاذ عصام، وجزاك الله خيرا أن فتحت لنا هذا الأفق لهذا الحديث، وجزاك الله خيرا على حسن الاستماع والزملاء. جزاكم الله خيرا دكتور أحمد. أستاذ إبراهيم يقول، يقرأ في التعليقات ويقول: نعم، فهي تختلف بين أفراد الأسرة الواحدة ويبلغ الترابط شيئا فشيئا، فهي معاناة شديدة وتحتاج إلى رعاية ومتابعة وتنشيط الهوية الدينية دائما للرجوع للترابط الأسري. ودكتور أيمن خميس ومصطفى يقول: لكل جيل ما يناسبه. هذه النقطة أثرناها في الجزئية الأولى، الجيل الأول والجيل الثاني. أستاذ نادر تفضل بالمشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أضم صوتي لصوت الدكتور أحمد. حقيقة الهوية والمحافظة عليها، وأنا حقيقة قبل أن يطرق هذا الموضوع وعندما قرأته في عندما قرأت هذا الموضوع في موقعكم كذلك، وحتى من قبل، الآن صرنا قرية واحدة، يعني قديم صحيح، يعني قديم مثل لو أذكر مثلا قبل 20 سنة 30 سنة تجلس مع شخص يقول لك: أنا ذهبت سافرت إلى بلاد أوروبا، إلى بلاد أمريكا، إلى غيرها، فيقول: عيالي مش شافوا مناظر، شافوا مثلا المرأة لبسها تكشف ساقيها مثلا، أو هناك عندهم مسموح. يقول: بينما البلاد الإسلامية الحمد لله تجد المرأة محافظة ولابسة مسترة، قليل تجد الغير متسترة أو إلى غيره. الآن أحيانا أجد صعوبة حتى مع أبنائي، يعني ولدي الصغير أحيانا يأخذ الجهاز ويتابع أناظر فيها، هل يناظر صور هو ما يعرفها، بس هو العين تألف، عينه تألف هذه الأمور. قديما كنا نقول فعلا الذي نعم قديما كنا نقول الذي يذهب إلى هذه النقطة من أخطر النقاط بالفعل، العين هذه نعم صحيح، لا يريدنا من أن نتحول تلقائيا، لكن العين تألف ثم ستقبل ثم ستأن هذا طبيعيا نعم خلاص نعم. وهذه الخطورة، هذه الخطورة لما أنا أعاني مع أبنائي وبناتي هذا الأمر. يعني قديما تستطيع أن تتحكم أنت في الجهاز التلفاز، ماذا يشاهدون، ماذا يسمعون. الآن كل واحد معه جهاز ويجلس عليه، وقد يتابع، أحيانا صغير لا يفهم هذه الأمور، هو لا يفهم المناظر السيئة هذه، لكن عينه يرى البنت هذه رفعت الثوب إلى حد الركبة. طبعا مع الوقت سوف يعتبر هذا شيء عادي. نحن قديم نشتكي بلاد الغرب، الذين في الغرب يقول: أبنائي الآن سوف يشاهدون ويألفون هذه المناظر، سيجيبهم إلى بلاد المسلمين. الآن طيب أبنائنا الآن يشاهدون في الأجهزة كما هو موجود عندهم هناك. فالحقيقة الموضوع هذا لما تتطرق إلى قضية الأجهزة الآن الموجودة والإعلام الموجود، أصبحنا قرية واحدة، لكن الإنسان يحافظ ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما يعني يستر عليه وعلى أبنائه وأن يهديهم إلى سواء الرشاد الدعاء، هو المهم في هذه الأمور، وكذلك التوعية ووعي أبنائنا على مثل هذه الأمور. وكما ذكرت القضية الثانية، قضية التواصل، التواصل الآن الغرب هل عندهم تواصل أو ليس هناك تواصل بين أفراد الأسرة؟ حقيقة هو يختلف من أسر من عائلة لعائلة. بعض العوائل هناك طول العمل عندهم، قد طول العمل والبحث مال طول اليوم وهو يعمل، فلا يلتقي بهم. بلاد المسلمين قد يكون أخف قليلا. طيب نجد الآن بلاد المسلمين وبلاد حتى الغرب أنفسهم أصبح عندهم الفردية، وانتقلت الآن إلى بلاد المسلمين. الآن العائلة الواحدة في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب كذلك، البنت في الغرفة والابن في الغرفة والأب في الغرفة والزوج والزوجة في الغرفة، وكل واحد جالس ماذا يتابع على جهازه. قد يتواصلون على مائدة الطعام. قديما لما كنا صغار كنا نجتمع كل أفراد الأسرة، الأب والأم والأخوان والأخوات، نجلس على سفرة واحدة ونأكل مع بعضنا ونتابع جهاز واحد. الآن أصبحت الأوقات مختلفة، أصبحت المشاكل ليس في كل غرفة، قد يقومون يجلسون في نفس الغرفة نعم. وبالمناسبة ولا أطيل عليكم أذكر لكم أستاذ محمد، لا أطيل عليكم أذكر لكم موقف طريف حصل عندنا في البيت. كان الأبناء يتابعون بعضهم في المنصة، يتابع في التعليم، بعضهم يتابع في هذا، وأنا كنت حقيقة أتابع كذلك. فجاء ابن الصغير عمره سنتين، فذهب إلى جهاز المدم النت هذا وسكره، فانقفل النت عن البيت كله، قفل خلاص، فكلهم تجمعوا عندي في الصالة. فكلهم تجمعوا في الصالة. كلمة سعودية هنا معنى أغلقة.
نعم نحن نحاول أن سيأتي فقرة نترجم فيها من العامية إلى هذه أنا ترجمت لكم الآن كلمة عامية سعودية سكر نعم أو سكر مع قولة أستاذة فضل أشرف التعليقات أن لكل جيل ابتلاء وليس بيدنا إلا الدعاء لهم شكرا لك أستاذ نادر إذا أردت أن تضيف شيء أستطيع أن أستمع إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل لكل جيل لكل أبناء لكل زمن لا بد لنا أن نهتم بتربية أبنائنا أستاذة نهاد تفضلي السلام عليكم. الحقيقة ما شاء الله يعني النقاش يعني ما شاء الله ثري ثراء يعني كبيرا، وأحببت أن أعلق على كلمة أخي دكتور أحمد، ما شاء الله يعني يمتعنا دائما بخصوص التلفاز وخصوص الحياة داخل الأسرة. فأنا أرى يعني من واقع تجربتي أن الاتفاق والتوافق في الرؤى بين الزوج والزوجة عامل مهم جدا 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 في نجاح تربية الأبناء في نجاح الأسرة. وأنا أتحدث يعني عن تجربة شخصية، فأنا يعني لدي عمي، يعني هو عمي صحيح، ولكن هو شاب صغير في السن، وزوجته هم يعيشان في المملكة العربية السعودية، ولديهم 3 من الأبناء. ما شاء الله هم لديهم اتفاق كبير في الرؤية وفي التربية وفي منهج التربية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأولاد في منتهى الأخلاق، وليس يعني طبيعيين، ليسوا معقدين أو شيء، لا هما ما شاء الله متفوقون دراسيا، متفوقين على المستوى الاجتماعي. يعني أنا أرى أن السبيل إلى هذه الهوية أن القوانين الأسرية التي يضعها الأب والأم والالتزام بها، التعليم بالقدوة، لا نقول افعل ولا تفعل، لا، القدوة، الاجتماعات الأسرية ليس لا يعني لا تكون مملة ولا تكون بشكل يعني يجعل الأولاد ينفرون منه، لا، بشكل لطيف، ودائما دائما يربطوا الأولاد، يربطون الأولاد بالجذور، يعني الأولاد هم الثمار الجديدة، لكن دائما أو الثمرات اليانعة يجب أن تربط بالجذور عن طريق الحكايات، التواصل، ولا نترك الحبل يعني على الغارب إلا بعد يعني السن الذي أمرنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاتفاق في الرؤى، الاتفاق في الآراء، في المفاهيم بين الزوج والزوجة، الأب والأم، ويكون قوانين تحترم وتطبق، والمتابعة الدائمة، ولا يكون، نعم أعرف أنا يعني لا يكون هذا كلام نظريا، السعي وراء طلب يعني توفير لقمة العيش وتوفير سبل الحياة للأولاد والبيت، هذا مهم جدا، ولكن هناك حتى فقه الأولويات، يجب أن نراعي هذا الأمر، يجب أن نعمل به. آخر كلام أستاذة نهاد، التعليم بالقدوة والاجتماعات الأسرية، ربط الأولاد بالجذور، هذه أشياء مهمة جدا جدا جدا. أعد وأذكر الجميع، لدينا شهادة تقدير للأكثر مشاركة، الآن الأكثر مشاركة معنا أستاذ العتيبي، الأكثر مشاركة في التعليقات حتى الآن أستاذ إبراهيم مديان. نريد من الجميع المشاركة، هذا تكريم خاص من مجلس اليوم المجلس 27، ليس له علاقة بالتقييم النهائي على حضور المجالس والشهادة النهائية. شهادة تقدير الأكثر أو المشارك المتميز، سواء في التعليقات، سنقل اليوم بالتعليقات أيضا معنا المشاركة الصوتية. هذا الأستاذ أبو خميس، إما خميس أو بابا، دكتور أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن. ربنا يكرمكم يا رب. الصوت واضح؟ لأن أعتقد إن كان في نعم تقطيع. واضح جدا ما شاء الله، واضح ربنا جدا ما شاء يكرمكم الله. ويحفظكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. في الحقيقة إن نعمة كورونا، أنا أقول نعمة لأنها استطاعت أن تجعلنا يعني ادخلوا مساكنكم، بعدما كنا بعيدين ومفرقين ونعود إلى المنزل يعني مساء بعد أن نخرج صباحا، أصبحنا الآن يعني نشتكي من كثرة الجلوس في المنازل. ومن يستغل هذه النعمة
سيحقق فوزا كبيرا. يعني انا الحمد لله استغل يعني مع ابنائي استطعنا ان نحفظ في هذه الفتره يعني ما يقارب من 6 أجزاء من القران الكريم في هذه الفتره التي كنا فيها مقيمين في المنزل، يعني فهي نعمه استغللناها الحمد لله. ومحمد الحمد لله الان يستطيع ان مرنت على الالقاء وعلى الخطابه وشارك في كثير من برغم انه في الصف الخامس الابتدائي في كثير من المسابقات الإلقائيه، والحمد لله حقق يعني مراكز متقدمه الحمد لله. والان ايضا وبرغم انه في الخامس الابتدائي يتقن النحو ويعني يستطيع ان يعرف القواعد التي ربما تكون في الثانويه العامه احيانا، يعني فهي نعمه من الله عز وجل. انا مش سامع الصوت والله. في الصف الخامس الابتدائي و نعم انا صوت مش واضح. محمد بيدرس في السفاره وهو لا انا خريج كليه الاداب قسم اللغه العربيه ثم حصلت على الدكتوراه الحمد لله. لابد ان تكون النحو ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. نحن يعني دائما نحب اهل دار العلوم ونحب الازهر عامه يعني الحمد لله. و فالهويه التي نحتاجها هي ان نربط بين ابنائنا وبين تراثنا، بين ابنائنا وبين لغتنا، بين ابنائنا وبين القران الكريم. اكبر معجم يستطيع ان يحصل عليه ابناؤنا يكون من القرآن الكريم ومن القصص القرآني، فهذا ما ينبغي أن نعيد الأنظار إليه وأن نربط بين أبنائنا وبين هذا التراث وبين هذه القيم والمعاني الجميلة. يعني جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا دكتور أيمن. مشكلتك تزافات التعليقات لا يظن أن سوء التفاهم بين الوالدين والأولياء ليس لا يوجد هناك سوء تفاهم مطلق، ولا يوجد هناك حرية مطلقة، ولا يوجد هناك أيضا قيود مطلقة. قد يحدث إذا تمت التربية الأسرية بشكل سليم مثلما قالت دكتورة نهاد، التعلم بالقدوة، الأسرية، ربط الأولاد بالجذور، مناقشة الأبناء في أفعالهم، سيكون ذلك أمر جيد. الأستاذ إبراهيم يقول أيضا نقي أبنائنا بالوعي الدائم والرجوع إلى الدين وتعاليمه الذي يكون منهج حياة البلد الأم أو المجهر والنصيحة والمتابعة. أستاذ نادر تفضل بالمشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لكيف نقي أبنائنا العلاقات الغير شرعية في بلاد الغرب، أول شيء لازم نقر بأمر مهم جدا وهو سوف يجد الإنسان هناك صعوبة في هذا الأمر، لأن هناك عندهم الحرية والانفتاح مقنن ومسموح به بعكس البلدان الإسلامية في تحفظ بعض البلدان إلى غير ذلك. فالأمر الأول لابد نقر سوف يجد صعوبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عن طريق التربية، كذلك المناهج الدراسية في بعض البلدان الغربية مثل ألمانيا وغيرها قد يدرس السنة الثامنة التاسعة، يدرس لهم الأشياء العلاقة الأشياء الجنسية وغيرها وتقرر في المدارس عندهم، فهو الآن الابن يرى ويشاهد هذه الأمور تكون فيه صعوبة، لكن كيف نتعامل معها؟ أنا يعني أعتقد والله أعلم يعني الأمر الأول من خلال التربية في المنزل، يعني التفريق بين الولد والبنت وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ سن العاشرة الولد في غرفة والبنت في غرفة حتى يعرف هذا الأمر، هو سوف يألف هذا الأمر وسوف يتعود عليه. كذلك في أحيانا في إذا مشى في الشارع أو غيره الأم بأسلوب حسن أو الأب بأسلوب حسن ينبه الأبنان هذا خطأ هذا كذا، أحيانا إذا كررت أي المعلومة ترسخ في اللاوعي عنده، مع الوقت لعله إن شاء الله يصير عنده شوي كذا صراع داخلي لأنه يشوف الموقف أمامه ومسموح نظاما والأب والأم يعلمونه أن هذا لا يجوز هذا حرام إلى غيره، في صراع لعله إن شاء الله مع الوقت ومع الدعاء. دائما نحن نؤكد على قضية الدعاء مهمة جدا أن الله يثبت في الغرب أبناء كذا كان نحن بلاد المسلمين، الله يثبت أبناءنا وبناتنا، مع أننا أصبحنا قرية واحدة
ما كان يشتكي من الغرب قديما نحن الآن نشتكي حتى في بيوتنا وفي منازلنا ومع أهلنا ومع أبنائنا وبناتنا، نجد ماذا صعوبة كثيرة، لكن الإنسان عليه ببذل الجهد وحتى يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى أنه أدى الذي عليه، وهو حسن التربية والتوعية والتوجيه، وأهم شيء الصبر والمصابرة. الله ماذا قال في الصلاة؟ قال واصطبر عليها، يعني إذا بغيت تأمره بالصلاة خلاص اصطبر. شو معنى اصطبر؟ يعني لازم تصبر، مهم مرة واحدة يا ولدي صل، لازم تكرر عليه. أحيانا مع التكرار ينفع، إذا كررت عليه كثيرا مع الوقت ماذا؟ سوف ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة لكم موقف طريف أنا حقيقة سمعته من قريب لي، أنا حقيقة تعجبت منه، لكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. يعني ولد عمي درس هنا في بلادنا في السعودية، طبعا منهج عندنا تعرف منهج التوحيد والفقه، منهج قوية دسمة، ودرس ونجح فيها، وذلك سبحان الله العظيم كان يعني عنده انحراف. يقول ذهبت علاج في أمريكا من أجل مرافق العلاج، يعني كان واحد من القرابة راح، هو عنده لغة إنجليزية فذهب معه. يقول سبحان الله العظيم عرفت الدين، وقرأت هناك عن 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 الرقية، وقرأت عن فضل سورة آية الكرسي والمعوذات. هو يقول لي توقع وين يا أبو عمر؟ قال حفظتها وعرفت أهميتها في أمريكا. يقول أنا دارس هنا، بس لما كنت أدرس هنا ما كنت مهتم بهذه الأمور، لما ذهبت لبلاد الغرب قرأت هذه الأمور، قرأتها يقول هناك وتعلمتها جيدا، ويعني سبحان الله الله هداه. والهادي الله سبحانه وتعالى، فهدايته هنا درس العلوم الشرعية، لكن التأثر والتطبيق كان في بلاد أمريكا، والله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير. أستاذ فدوى في التعليقات تقول عندهم كثير من الإيجابيات من باب العلم، وهذا جيد لأنه صادر من وزارة التربية والتعليم المختصين. أتفق معك في العلم المادي، أتفق معك أستاذ فدوى في العلم المادي، لكن هناك بعض الأشياء نقل لنا أولياء الأمور ممن هربوا بأولادهم إلى مصر، كانوا يعيشون في بلجيكا وفي السويد وفي غيرها من البلدان، صادفتهم في مصر عندما